هل فشلت جامعة الدول العربية في القيام بدورها؟ سؤال مهم بعد فشل القمة العربية للسلام التي عقدت في القاهرة مؤخرا والتي انتهت بدون بيان ختامي. فشل يضاف إلى سلسلة طويلة من عدم الجدوى الحقيقية من استمرار التشرذم العربي. أنا فهد تميمي، واليوم راح أتكلم عن تاريخ جامعة الدول العربية. أجهز فنجان قهوة أو شاي حسب مزاجك، وخلينا نغوص في أعماق مسيرة أقدم منظمة إقليمية في العالم. اعمل لايك ومشاركة واشترك في القناة، وخلينا نشوف الموضوع من زاوية إعلامية وسياسية. في سبتمبر 1943 بدأت المشاورات الثنائية بين مصر والأردن والعراق وسوريا والسعودية ولبنان واليمن حول مشروع جامعة الدول العربية. وفي 25 سبتمبر 1944 عقد اجتماع في الإسكندرية ضم مندوبين عن مصر وسوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن والسعودية واليمن وعرب فلسطين. وبعد 8 جلسات متوالية انحصر النقاش حول اقتراح رئيس الوفد العراقي نور السعيد بتكوين مجلس اتحاد لا تنفذ قراراته إلا الدول التي توافق عليه، خوفا من التأثير على سيادة الدول الأعضاء. وأصدر المندوبون العرب الذين حضروا اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية بروتوكول عرف باسم بروتوكول الإسكندرية، ينص على موافقتهم على إنشاء جامعة للدول العربية على أن يكون المقر في القاهرة. صاغت الوفود العربية المجتمعة في الإسكندرية بنودا عامة كانت نواة أولى لميثاق جامعة الدول العربية، وأكدوا فيها احترام استقلال كل دولة وسيادتها والاعتراف بحدودها القائمة والاعتراف لكل دولة بحق إبرام المعاهدات والاتفاقات بشرط ألا تتعارض مع أحكام الجامعة وميثاقها. وأيضا أقرت اللجنة التحضيرية في القاهرة يوم 16 مارس 1945 الصيغة النهائية لميثاق جامعة الدول العربية المؤلف من ديباجة وعشرين مادة وثلاثة ملحقات، ووقع عليه مندوبو الدول العربية في القاهرة يوم 22 مارس 1945. تسعى الجامعة إلى توثيق الصلات بين الدول العربية وصيانة استقلالها والمحافظة على أمن المنطقة العربية وسلامتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وأيضا الصحية. وقد نصت المادة الأولى من ميثاق الجامعة على أنه يحق لكل دولة عربية مستقلة الانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد أن تقدم طلبا بذلك، يودع لدى الأمانة العامة الدائمة ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب. بالمختصر تنقسم عضوية الجامعة العربية إلى عضوية أصلية وعضوية بالانضمام، حيث أن العضوية الأصلية هي المثبتة لدى الدول العربية المستقلة السبع التي وقعت على الميثاق، والعضوية بالانضمام عن طريق تقديم طلب بذلك بعد توافر عدة شروط منها أن تكون دولة عربية ومستقلة. هذا باختصار ما يهمنا أن نعرف عن جامعة الدول العربية، وراح أتجاوز عن نقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس بعد اتفاقية كامب ديفيد في نهاية السبعينيات القرن الماضي. ونرجع للموضوع الأصلي، حيث اختتم قمة القاهرة للسلام الدولية يوم السبت الماضي من دون صدور بيان ختامي عنها، وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا عوضا عن ذلك، ووافقت الدول العربية الممثلة في القمة على البيان المصري الذي طالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت أسبوعها الثالث. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية أن الدول الغربية المشاركة في المؤتمر طالبت بإدانة واضحة لحركة المقاومة الإسلامية حماس وتحميلها مسؤولية التصعيد وإطلاق سراح المختطفين من قبل الحركة حسب بيان الدول الغربية، وهو الأمر الذي حال دون صدور بيان ختامي. كما غاب عن القمة زعماء غربيون رئيسيون، مما جعل التوقعات من مخرجات القمة متواضعة. فمثل الجانب الأمريكي الداعم الرئيسي لإسرائيل في حربها على غزة القائمة بأعمال السفير الأمريكي في مصر، كما لم يحضر المستشار الألماني ولا رئيس الوزراء البريطاني ولا الرئيس الفرنسي، وقد يكون هذا السبب المعلن، ولكن هنالك أسباب أخرى جوهرية وتتعلق بمدى جدية الحكومات الغربية في كبح جماح التهور الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الغرب حاول الضغط على حماس عن طريق الدول العربية وتحديدا الحكومات وجامعة الدول العربية متناسين الحاضنة الشعبية للمقاومة،
والحاضنة الشعبية هو المصطلح الذي يطلق على التأييد والدعم الشعبي للثائرين ضد القوى الأجنبية المحتلة، حيث أن أي مقاومة شعبية تحتاج لبعد شعبي يوفر لها الدعم والحماية. هذا وتعد المقاومة جزءا من الشعب ولا فرق بينهما، لأن هذا الشعب هو الذي أنتج المقاومة وليست أي بيئة أخرى، وبالتالي البيئة الحاضنة هي المقاومة والمقاومة هي البيئة الحاضنة. هذه البيئة عايشت الاعتداءات وتعرضت للذل والظلم، ولذلك عندما بادرت مجموعة من الشباب إلى تأسيس المقاومة كانت الناس تشعر بالحاجة لها لردع العدو الذي كان يهدد ويقصف ويدمر كل يوم ويرتكب المجازر. ولهذا السبب ليس مستغربا تقديم هذه البيئة الحاضنة هذه التضحيات، لأنها هي المقاومة وهي من أنتجتها، وهذه مسألة يعجز البعض عن فهمها وإدراكها لاعتقادهم أن المقاومة شيء والحاضنة الشعبية شيء آخر، واعتقدوا ضرب الحاضنة يعزل المقاومة، وهذا غير صحيح، فهما شيء واحد. هذه المقاومة تحقق الإنجازات لأنها من هذا الشعب فهو الذي أنتجها، وهذه ميزة للمقاومة وخصوصية لها، وهذا ما غفلت عنه إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة والدول الغربية. وانت تشرب قهوتك في فنجانك حاول أن تقرأ المصادر في نهاية المقال، وان تدعو لإخوانك في فلسطين، ولله الأمر من قبل ومن بعد.